مسلسل الانتهاكات التي مست حقوق المتضررين على مدار السنة التي مضت، أي منذ انطلقت الحملة الممنهجة التي استهدفت 140 مسؤولاً بالوظيفة العمومية وبعض المؤسسات العمومية الذين تلقوا قرارات بإعفائهم من المسؤولية دون احترام القانون وفي انتهاك وخرق سافرين للمصادر المعمول بها وبطريقة ارتجالية. الوقفة تأتي بعد تقريبا سنة على حملة الإعفاءات التي طالت أكثر من 150 من عطور، يعني ما سمي بعطور العدل والإحسان المعفاة من مسؤولياتها. وهذا طبعا هذا الوقفة تنظمها اللجنة الوطنية يعني لمساندة العطور المعفاة، وكانت هناك مجموعة من الخطوات، عدة وقفات، مراسلات لجميع يعني الوزارات والقطاعات المعنية وكذلك الفرق النيابية. لحد الساعة ليس هناك أي يعني استجابة، لهذا لا توصل هذه اللجنة يعني احتجاجاتها، والآن هي مقبلة على خطوات أخرى منها تدويل يعني الملف المنظمات الدولية بعدما يعني استفرغت الجهد في داخل الوطن. ثم ايضا هذه الوقفه نحن ننظمها ونحن يعني نستحضر الجو العام في البلد اللي هو جو ديال القمع، نستحضر الترصيبات، نستحضر ضحايا مدينه الصويره، نستحضر ضحايا الريف، ضحايا مدينه جراده، كل الشهداء نترحم عليهم والذين سبقوا والذين يعني لبوا يعني النداء للدفاع عن كرامه الوطن. فاذا في تقديرنا ان الوضع ديال البلد وضع يعني مشتبك، وضع عام يعيش القهر والظلم والاقصاء ويعني تبديد الكفاءات. لا يعقل ان يتم يعني اعفاء الكفاءات من مناصبها وفي نفس الوقت يعني ياتي الاختلالات كما كشف عنها يعني مؤخرا في عده قطاعات انها قطاعات بدون كفاءات، بل يعني قطاعات فيها كثير من السرقه ومن عدم تاديه الواجب. فاذا في هذا البلد يعني تقصى الكفاءات المناسبة ويفتح المجال يعني ل يعني أناس يعني يسرقون المال العام ولا يخدمون يعني القضية الكبرى للوطن. فإذا نحن عازمون على مواصلة يعني النضال طبعا بجميع الطرق القانونية والشرعية والسلمية حتى يعني استرداد هذه الحقوق وما ضاع حق وراءه طالب.